السلام عليكم شباب، معاكم مصطفى معز. طبعا في شباب سألوني عن طريقة كيفية تسجيل كورال. أنا بقول لهم الموضوع سهل جدا، أهم حاجة إنك أنت الكلمات تكون مرتبة، والمنشط ولا المطرب اللي بيقول الكلمات يعني يكون لا من في أثناء الغناء يكون في السينك، يعني في الكلمات ما يأخر كلمة، يقدم كلمة، يتفق على كورال واحد على شكل واحد بعدين يلغيه. إن شاء الله الطريقة سهلة، أهم حاجة إنك أنت تعرفها. بتقول الطريقة الأولى اللي هو الفيرست ولا الأساس بتاع الكورال، بعدين بيجي السكند ويجي الثيرد. مرة هذا الثيرد ما بيكون مهم، لكن على حسب جو الأغنية يعني أنت بتعمله. أنا عامل نموذج بسيط، خلينا نسمع. ده بيعتبر ان الكورال بتاعنا. طبعا انا بعمل اهات، ما عندي كلمات جاهزة، لكن الفكرة واحدة. يعني انا هسجل next. ناخذ الالت يعني. نقص شوية 1 2، اسمع الهرمون بتاعنا. ناخذ الهرموني. اسمع كده، احنا عملنا شو؟ عمل سيلكت. بس ما احنا عملنا شو.
عندك ريزم بعد كده عندك اي حاجة بتنزلها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. طبعا دي طريقة مبدئية لتسجيل الكورال، بتاخد 10 تراك 50 تراك تراكين على حسب الفكرة بتاعتك، لكن دي حاجة مبدئية. مرات احنا بنعمل هارموني 4 تراك، بنعمل باس 2، بنعمل سبرانو، بنعمل الالتو، بنعمل السكند والفيرست، على حسب الفكرة، على حسب الموزع، على حسب اقتناعك انت بمدى الكورال بتاعك. المهم انك انت تكون مقتنع بالفكرة. شكرا جزيلا للمتابعة، والسلام عليكم.